ليش زعما مراقبه الانتخابات وكل شيء مبني على باطل باش ما نقولش شيء اخر. فوضى وسوء تنظيم وتبادل الاتهامات أمام عدسات الكاميرا هو العنوان الرئيسي لعملية إجراء قرعة الأرقام التعريفية الوطنية الخاصة بالأحزاب والتحالفات السياسية المشاركة في انتخابات المجالس البلدية والولائية، والسبب كثرة الأخطاء. أنا ما زلت نصر دائما كي تعيطنا لهيئة نقول باللي وجود ممثلي الأحزاب السياسية على مستوى الهيئة ضروري ضروري، لأن التنسيق اللي يربط بين الأحزاب السياسية والمشاكل التي تترب عنها والمشاكل التي التي تبلغ للهيئة، يعني الحزب يبلغ الممثل تاعه مباشرة في الهيئة ويطرح هو المشكلة تاعه على الهيئة سور بلاس والمشكلة يتحل. الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وقفت موقف المتفرج أمام هذه الفوضى رامية الكرة في مرمى الداخلية. وزارة الداخلية هي التي هي المكلفة قانونا بتسيير وتنظيم الانتخابات، وهذا القرعة خاصة بورقة الاقتراع. الرقم الوطني الموحد التعريف الموحد هو خاص بورقة الاقتراع. إذا ولتمكين وزارة الداخلية من إعداد هذه الأوراق قدمت لنا القائمة الإسمية للأحزاب وللتحالفات، وعلى أساسها قمنا بالقرعة. فإذا كان هناك خطأ في القائمة فذلك ليس من مسؤولية الهيئة العليا. سيناريو الفوضى ولغة تكرار الأخطاء في مثل هذه المواعيد السياسية أصبح موضة جزائرية بامتياز إلى إشعار آخر.